موندا انا مش هدخل المره دي المسابقه عشان انا اصلا ما بعرفش اعمل موضوع الحلقه ده خالص، ومش بعرف اقسم وقتي خالص، ودايما بقى مزنوقه في الحاجات اللي ورايا. طب اهدي بس يا زقرة ده، انا فهماكي وكلنا ساعات بيحصل معانا كده. ايه رايك لو نعمل حاجه دلوقتي تساعدك تنظمي وقتك بعد كده؟ ايه ده بجد؟ طب قوليلي عليها. هنعمل جدول يا زقرة ده متقسم لسبع ايام الاسبوع. كده بقى يا زقرة ده احنا قسمنا الجدول لسبع ايام في الاسبوع، وبعدين هنحط في الجدول الحاجات اللي المفروض تعمليها كل يوم، بس خلي بالك هنرتبهم في الجدول على حسب الأولوية. وهي ايه بقى الأولويات دي؟ الأولويات دي يا زقرة ده هي الفرق ما بين الحاجات المهمة جدا اللي لازم تخلص على طول، والحاجات الأقل أهمية اللي ممكن تستنى شوية. أول حاجة يا زقرة ده هنحط فوق كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في أي يوم. ماشي. دلوقتي يا زقرة ده احنا لزقنا كل الحاجات اللي ممكن نعملها طول اليوم، نذاكر، نتمشى، نلعب رياضة، نروح لتيتا وجدو، ننظف اوضتنا، نقرا، نكلم اصحابنا او نقعد مع عيلتنا. دلوقتي بقى يا زقرة ده هنرص الحاجات دي على حسب كل يوم ورانا ايه، والحاجة دي بتاخد وقت قد ايه في يومنا، وايه طبعا الحاجة اللي ليها لولوية وايه الحاجة اللي ملهاش. طب تفتكري يا زقرة ده ترتيبهم هيكون ايه؟ أكيد طبعا هلعب الأول، وبعدين هساعد ماما، وبعدين ممكن أخد خلوتي، وبعدين هبقى ذاكر. مش حاسة إن في حاجة متلخبطة شوية في الترتيب يا زقرة ده؟ لأ، ماله يعني الترتيب ده؟ طبعا أنا عارفة يا زقرة ده إنك عايزة تلعبي الأول، بس هي دي بالظبط فكرة الأولويات اللي أنت بتقولي عليها. المفروض نبقى بنخلص الحاجات اللي لازم نخلصها، زي اني اذاكر الاول وبعدين ممكن العب براحتي. فمثلا يا زقرة ده المفروض اخد خلوتي الاول، وبعدين اخلص المذاكرة اللي ورايا، وبعدين اشوف لو ماما عايزاني اساعدها في حاجة، ولو لا ممكن ألعب. على فكرة الجدول ده طلع وحش قوي. ليه بس يا زقرة ده؟ ما انتي برضو هتلعبي، بس كل اللي اختلف هو توقيت وقت لعبك ده في اليوم. ماشي، موافقة على تغيير الأولويات. برافو عليكي يا زقرة ده، دلوقتي انتي بقيتي عارفة تعملي ايه في بقية الأيام. بتحطي الحاجات الأول المهمة اللي لازم تخلص، وبعدين بتلعبي براحتك، وهو ده بالظبط اللي احنا عاملين عشانه جدول عشان ندخل بيه المسابقة. انا كده فهمت الجدول وفهمت الأولويات، وهعرف اكمله لوحدي بجد. شكرا قوي يا موندا. دلوقتي يا زقرة ده احنا ممكن ندخل بالجدول ده مسابقة كب كيك النهاردة. يلا بينا. يلا